وانا ممكن اسالك سؤال دمه تقيل. ما هو كابتن ايمن شوقي من امريكا باعت لك على الجروب بتاعنا بيقول لك احرجه، فانا هل ده بسبب الكابتن والله ايمن؟ والله العظيم هو انا هو لا شفت الرسائل ولا شفت حاجه، يبقى انت شفت في الفاصل. ربنا يستر. وانا ما شفت، ما فيش موبايل فيه ده. بصيت لقيت كابتن ايمن شوقي. لا انا هسالك سؤال دمه تقيل. هو وليد صلاح الدين ده، والله يخليك جاوبني الحقيقه، اللي الخطيب جابه كده وهو عيل صغير وقال لك ده خلفتي، واللي مشي معاك وقال لك اياك من الغرور واللي 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 واللي، هل بالفعل في الانتخابات كان ضد محمود الخطيب؟ والله العظيم ثلاثة ابدا. انت عارف الاجابه، ما انا من غير محلف. بص يا كابتن شوبير، حلو ان انت فتحت دي، جميله. شفت بقى دي حلوه قوي قوي. انا يعني انا اجدع من ايمن شوقي. لا انت اجدع، ده انت كده بالعكس، ده انت كده قول. لا اللي حصل ببساطه شديده ان كنت انا بشتغل مدير اكاديميه النادي الاهلي في الكويت. مظبوط. كابتن صالح سليم علمنا ارسى مبدا كده من مبادئ النادي الاهلي، ان وانت بتشتغل في النادي يستحيل تتدخل في الانتخابات. نعم. ده مبدا مرسي. فانا اصلا بشتغل مدير اكاديميه النادي الاهلي في الكويت، بس المعلومه ممكن مش عند حد. نعم. فانا ما كانش ينفع ادخل في الانتخابات، لكن علشان ده الكابتن خطيب، وعلشان انت عارف العلاقه، وحضرتك اللي كلمتني، او كابتن زكريا ناصر، انا حضرتك، انا كنت الليله كلها عمال شغال، انت اللي كنت وقلت لي الكابتن خطيب محتاج دعم منك انت، ولازم تروح نسجل برنامج للكابتن. مزبوط. خطيب كان استاذ هشام جمال جميل. نعم. جميل مخرج. نعم. جميل. ايه اللي حصل؟ رحت سجلت، قلت لك حاضر تحت امرك يا كابتن، مع ان انا يعني بشتغل في النادي. وده بس طالما حاجه تسجيل. وحاجه هو عملها بالشياكه، قوي يعني، وما فيهاش احراج بيأيده ولا حاجه جميلة. واخده تاريخ النادي يعني ببساطه شديده. وبعدين انا برضو يا كابتن هشام ده مخرج عبقري، بس انا قلت للكابتن خطيب ده مش بتاع انتخابات. الفيلم ده مش بتاع انتخابات، صح؟ فرحت انا اعمل له الاغنيه بتاعته. الاغنيه جميله. هو كان زعلان جدا، وهشام كان زعلان جدا. فقلت لهم لا دي اغنيه الانتخابات. لا الاغنيه جميله. ايمن باجت قمر عملها من غير ولا لا ايمن يعني. كمان عبقري. هي الفكره اللي غناها. الفكره يا كابتن عايزين نرجع لمبدا من مبادئ النادي الاهلي. بس يا جماعه في النادي الاهلي كل اللي داخلين بيبقوا يستحقوا رئاسه النادي الاهلي. فانت قصه مبدا ان انت تبقى مع ده فتبقى ضد التاني، دي عايزين نشيلها. يعني دي حصلت في الانتخابات اللي فاتت واللي قبليها شويه. اتمنى غيركم خالص. انا راجل ترك. لا ما انت اروح انا لا بس أنا تحترم الاخر طبعا، وما تجرحش فيه طبعا. انا ده اللي بقول عليه. لا 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 لا.